هلا والله، شوف من جانا. اه عبد الله، اما زعتر مرة ثانية. احب الزعتر. ايه احب الزعتر. مرة ما تروح المقصف بس. ما اروح المقصف عشان استهبل انت. ما تذكر وش صار اخر مرة؟ اما وش صار؟ فيصل اعطاه على راسه. ايه صح، السعرورة اخبارها. اقول مش بس يعني. الله بس. فأقول لك يا رجال، أنا مودت السيارة للوكالة، قالوا لازم 3000 أنظفها من عشان بعد الماكينة ما فيها شيء. استاذ. آه نعم هلا. استاذ طيح عصيري. مين طيح عصيرك؟ لاك لابس أزرق. دفني وطيحه. طب وش تبيني أسوي أنا؟ لازم توقفهم وتسوي لهم شيء يا استاذ. طب روح علم الوكيل. ألو. السلام عليكم. مع أن منطقة التنمر السابق كان بشر ممثلا. إننا التنمر ظاهرة فعلية منتشرة في جميع المدارس بغض النظر عن الجنس. هناك متنمرين من الشباب، هناك متنمرين من البنات. والأضرار التي يعاني منها الضحية لا تقتصر على مدة التنمر التي عانى منها الطالب أو الطالبة فحسب، وإنما قد تدوم إلى المستقبل. فمن تلك الأضرار الإحباط، تدهور الثقة بالنفس، ضعف القدرات الاجتماعية، وحتى لا سمح الله التفكير بالانتحار. في المدرسة متى بدأت تلاحظ التنمر؟ يعني أول ما دخلتها، يعني أول ما جيت المدرسة. والله؟ هل كان شكل التنمر يعني كبير ولا شوي يعني تنمر؟ كان كبير. كان كثير يعني موجود؟ إيه. هل في طلاب فصلك عانوا منه؟ إيه. تقريبا لقيت منكم الصف. هل تخبر أهلك عن التنمر لو شفته ولا ما تقول أهلك عنه؟ لا، عشان يعني كذا كبروا القصه كثير. ايوه، ما تبيها تكبر، تبي قصة صغيرة وتمشي. يعني لاحظت الشيء في المدرسة. طيب التنمر وش يعني لاحظت انه بس يعني كان لفظي يعني يسبون بعض ولا كان فعلي جسدي انه كمان يطق او كذا؟ ايه لفظي، كان لفظي، يعني مثلا طالب يسب طالب، طالب يضارب مع طالب. حلو. لما يصير هذه الظاهرة هل تعلم الاستاذ ولا المشرف ولا شيء؟ ايه يعني مثلا اقول للوكيل مثلا. حلو. بس بعديها يقول خلها علي ورايح نفسك. اطلع الاقي الوكيل قال هذا الطالب تعال عشان نجيب كتاب القراءه نعاقبك والدفتر وتكتب وهيك نتعاقب. حلو. يعني لما تروح تعلم الوكيل او المشرف يعني يسوون اجراءات عشان في اي سنه دراسيه عانيت من التنمر؟ لحظه، من زمان بس من الثانويه يعني بدات. من الثانويه بدات التنمر. طب هل كانت في المتوسطة ولا في ال؟ كان في من الابتدائي. إيه أوكي. ثانوية سطح. أكبر. لازم تكون جريء. لازم تجاريهم. إيه إيه. أما تقول لا تسوي بطل ودافع عن اللي يطلع عليه مثلاً. لا تأكله معه. إيه لأن مثلاً لو أنت دافعت عن الضحية يقولون عليك الباقيين مثلاً. إيه فعشان كذا ما حد يبغى يعني مثلاً يخسر علاقة اجتماعية مع المتنمر. عشان لو خسرها هو بيروح فيها اجتماعية. طيب هل سبب التنمر اي اثار سلبيه يعني لك او للي حولك او للبيئه؟ ايوه اللي حولي يعني في كذا طالب انطرد. ايوه في طالب انطرد. حلو. من كثر ما تنمر على الناس جسديه. ايه هل تذكر المشرف او الاستاذ او الوكيل يعني اي مسؤول تخبرهم عن التنمر اللي حاصل؟ قال هو رجال يعني قال المشرف، فالحل اللي لقوه انه يطردونه. يطردون؟ اوف. يعلمون اهاليهم او يعلمون الاساتذه شيء ولا لا؟ اخبار ثانويه خلاص ما تعلمون. يتقبل الواقع خلاص. يتقبل الواقع؟ اي يتقبل. يجلس كذا ساكت يعدلون عليه ما يسوي شيء. لما ما في دحيله يعني عشان ما في دحيله. القوة قوة العقل ما هي قوة الجسد. كل البدوين يوم جرح مشاعر احد. وسائل الاتصال أصبح هناك نوع جديد من التنمر يشار به بالتنمر الإلكتروني، وينتشر هذا النوع من التنمر خصيصا بين الأطفال وصغار السن. جوال أو فيسبوك أو البريد الإلكتروني يقوم المتنمر أو مجموعة من المتنمرين بالانقضاض على الضحية عن طريق الاستهزاء أو التهديد أو تلفيق الإشاعات. التنمر الإلكتروني عن التنمر التقليدي هو أن التنمر التقليدي له نطاق محدد وهو نطاق المدرسة، بينما التنمر الإلكتروني ليس له حدود من ناحية الوقت أو المكان، فيتعرض الضحية للتنمر الإلكتروني وهو في منزله أو أي مكان آخر.
He got our brain, use it. Be nice and we'll lose it. Act smart, don't act tough. Bully and we refuse it. Cause toughness in the mind, it ain't in the body. Be cool in your school by not hurting somebody. What you call strength when you're hurting people? Strength come with love, now with being evil. Calling people names, pushing them against the wall. You think you're better? Cause you're only tall. Acting all tough, trying to hide your fear. Bullies also scared, hiding behind a tear. Meanness is a sign of weakness. So be strong and fill the people with kindness. Love, respect, manners and peace. Gain their love and don't be a beast. Smart, use your mind. Don't be a bully behind if he's hot. Show love, be love. That's the key to respect. Get on the ride. Be smart, use your mind. Don't be a bully behind if he's hot. Show love, be love. That's the key to respect. Get on the ride. القوة قوة عقلك ما هي قوة الهياط. خلي الناس تحبك باحترام وانضباط. تتنمر تتأمر فارز لعضلاتك. تدعي الصلابة متخبي ورا آهاتك. Watch what you do لأنه كله مردود. طريق الإرهاب هذا طريق مسدود. راح طريق المحبة تنفتح لك أبواب. لا تكون لك عدوان تكون لك أبواب. ضلي الفايدة وين يوم جرحت مشاعر أحد. القوة قوة العقل ما هي قوة الجسد. التنمر هذا مصيبة الكل منه ينتبه. يوم ورا يوم قاعد ينقص العدد. You got a brain use it. Be nice you won't lose it. Act smart don't act tough. Bully and refuse it. Smart, use your mind. Don't be a bully behind if he's hot. Show love, be love. That's the key to respect. Get on the ride. Be smart, use your mind. Don't be a bully behind if he's hot. Show love, be love. That's the key to respect. Get on the ride.